إذن مشاهدينا، ينضم إلينا عبر الهاتف من الأغوار الوسطى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن السيد عدنان خدام. صباح الخير وأهلا بك معنا سيد عدنان. يعني بعد المنخفض الجوي يعني القائم منذ يومين والمستمر أيضا معنا، لو تطمئن على أحوال المزروعات، كيف هي الأوضاع لديكم وهل هنالك من أضرار تذكر؟ بداية صباح الخير ونصبح على من خلال قناة المملكة على الشعب من الشعب الأردني ومزارعينا. بصراحة كانت ليلة قاسية ونتائجها بلشت تظهر الآن، وحدث الصقيع بوادي الأردن. كنا نتمنى من الله، ندعو بأن لا يتم الصقيع، إلا أنه الليلة القاسية كان لها الأثر السلبي على مزروعاتنا، والآن بلشنا نبلغ من المزارعين بإصابة بالصقيع في كافة وادي الأردن. نعم السيد عدنان، ذكرت بأنها أو وصفتها بأنها ليلة قاسية، هل تم يعني التحضير لاستقبال هذه الليلة لتفادي أي أضرار ممكن أن تحدث بسبب الصقيع وتدني درجات الحرارة؟ تفضل. بصراحة تعرف مثل هذه الأجواء يعني مش كل سنة تمر على علينا بوادي الأردن، والحمد لله مزارعنا على درجة عالية جدا من الوعي في ظل درجات الحرارة المتدنية. هي فقط نقوم بري مزروعاتنا ونرشد مزارعينا بري المزروعات، هذا ما نقوم بعمله حتى نخفف من الأضرار، لكن في ظل درجات حرارة متدنية دائما التأثير يكون بعد لما تكون من 5 فما دون. إذا سيد عدنان، ليس هنالك وسائل حماية غير ما تفضلت بها تعتادون؟ أبدا، لأنه هذه درجات الحرارة مش متعود، يعني في لما تصل درجة الحرارة 65 ما دون 5 درجات يحدث الصقيع سواء داخل البيوت المحمية أو المكشوفة، لكن عادة الآن ما تم إبلاغنا به هو الخضار المكشوفة وعلى رأسها محصول البطاطا ومحصول الكوشة والبندورة المكشوفة في مناطق الأغوار الجنوبية، هي منطقة الشؤون الجنوبية. إلا الآن وبعد نصف ساعة أو ساعة حتى تكتمل إشراق الشمس تظهر الإصابات بشكل واضح. إذن حتى اللحظة لم يتم حصر يعني ما تم إتلافه من مزروعات أو تلفه من مزروعات بسبب هذا الصقيع؟ أكيد، لأنه بلش يظهر من الساعة 7، كل عند وضوح أشعات الشمس يظهر بزيادة، لكن خلال ساعة لغاية الساعة 9 راح يكون يتكشف كل المزروعات اللي في ضربة الصقيع. نعم سيد عدنان، طيب في ظل هذه الظروف كما تحدثت، يعني قد يكون من الصعب توفير أي طريقة لحماية المنتجات الزراعية بسبب تدني درجات الحرارة 5-6 درجة مئوية فما دون، ما هو المطلوب من وزارة الزراعة في مثل هذه الظروف، وما هي الإمكانيات التي من الممكن أن توفرها الوزارة للمزارعين لتجنب حدوث هذه الأضرار؟ بصراحة يعني في ظل هذه الظروف وزارة الزراعة لم تتمكن من تقديم أي شيء، لأنه ما في شيء نقدر نقدمه سواء قطاع خاص أو عام في ظل هذه الظروف. تحت درجات تحت 5 حتى وصول 0، فتعرف مناطق على امتداد وادي الأردن تختلف درجات الحرارة حسب الموقع. هناك المزارع اللي قريبة إلى اللي تسمى بالمناطق الزورية. نعم سيد عدنان، ولكن وزارة الزراعة لا تستطيع تقديم شيء لكم فيما يتعلق بوسائل الوقاية، لكن الآن بعد أن وقع الضرر تتحدث بأنه قد يكون هنالك يعني ضرر كبير في الساعات القادمة سوف تتضح الصورة، هل لديكم مطالب معينة من وزارة الزراعة؟ هل هنالك يعني شيء يمكن أن يتم تقديمه بعد تلف هذه الكميات؟ نعم كما تعلمين سيدتي، هناك يوجد شيء عندنا
صندوق المخاطر الزراعية، وصندوق المخاطر الزراعية يشمل ضربات الصقيع والرياح، ويتم من خلاله تعويض المزارعين. لكن احنا قبل ما شوفوا دائما المزارع هاي النبتة يتعب وحتى يصل لمرحلة الإنتاج، فهو ما يفكر بالتعويض بقدر ما بقدر تعبه اللي ضاع. يعني تعرف النبتة كثير علاقة المزارع مع الأرض ومع النبتة. نعم سيد. نعم. طيب سيد عدنان بعجالة، بعيدا عن الصقيع، بعيدا عن الحالة لربما السلبية، الأخبار المزعجة، دعنا أن نتحدث عن كيف تأثير هذا المنخفض الجوي والشتاء على على المزارعين بشكل خاص. نعم الحمد لله، يعني عمت أمطار الخير المملكة، وخصوصا وادي الأردن الحمد لله كانت الأمطار ممتازة جدا، فكان له أثر إيجابي، وحتى دخول الكميات على سد على سدودنا وخصوصا سد الملك طلال فهي تعطي الأمل لمزارعنا. فالحمد لله احنا بالأردن صراحة يعني كمزارع أردني متعودين على الكوارث على مدار الموسم. نعم. مثلا من 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 الطقس هناك في ظروف اجتماعية عندنا مشاكل تسليط الآن لا يسعنا ذكرها، لأنه احنا الآن بجولة ميدانية حتى نتأكد من المزارع التي أصيبت الصقيع. نتمنى أن تكون الأضرار. نأسف جدا سيد عدنان. نعم. لهذه الخسارة على المزارعين، يتضح جدا يعني حزنك في نبرة يعني الصوت واضحة. نعم نشكرك جزيل الشكر، ونرجو أن يعني يتم تعويضكم بطريقة أو بأخرى وتوافقونا في محاصيل زراعية لاحقة إن شاء الله. كنت معنا عبر الهاتف من عمان مساعد الأمين العام السيد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن سيد عدنان الخدام.